لتحليل أوسع وأعمق لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بالأخص في فلسطين ولبنان، ينضم لنا من بيروت السيد وسام نصيف الباحث في العلاقات الدولية. صباح الخير وأهلا بك بصباح جديد. كيف تبعت إعلان جيش الاحتلال اغتيال القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين؟ كيف سيؤدي هذا لتعقيد الأوضاع في الجنوب اللبناني؟ وما هي الدلالة التي تحملها إعلان إسرائيل لهذا الخبر وليس الجانب اللبناني أو حزب الله؟ تحية لك والمشاهدين الكرام. يعني الإسرائيلي أعلن منذ فترة عن اغتيال السيد هاشم صفي الدين. أنا لا أعتقد أن هذه المسألة ستؤدي إلى تحول في المسار، لأن الإسرائيلي قبل ذلك اغتال الأمين العام لحزب الله ولم يتغير شيء، لا بل على العكس ارتفعت وتيرة القتال في جنوب لبنان بناء عليه، والإسرائيلي يدفع يوميا أثمان باهظة في هذا المجال. نحن نرى الطائرات الإسرائيلية أصبحت الآن تنقل الجرحى إلى مستشفيات تل أبيب وليس إلى مستشفيات الشمال أو المستشفيات القريبة من الحدود الشمالية نظرا لامتلاء هذه المستشفيات بالجرحى الإسرائيليين. وطبعا الإسرائيلي لا يعترف بكل الجرحى، الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض تعتيما وتكتما كبيرا على هذه المسألة، علما أن من يسقطون في الجبهة الشمالية هم قوات النخبة، يعني قوات جولاني وقفعاتي وإيغوز وغيرها من هذه القوات. بناء عليه أنا لا أعتقد أن المسألة ستؤدي إلى تحول أو إلى ما هو مستجد. حزب الله سيكمل بما بدأه وسيملأ الفراغات القيادية كما ملأ الفراغات القيادية في المواقع العسكرية. يعني الإسرائيلي يقول أنه اغتال مسؤول الوحدة الصاروخية ومسؤول المسيرات، وها هي المسيرات تصل إلى تل أبيب والصواريخ تصل إلى تل أبيب، ولم يؤثر هذا الموضوع على بنية وهيكلية هذا التنظيم الذي أعد نفسه لأيام طويلة من القتال ولخسارة قادة هو في كل موقع قيادي يوجد مجموعة بدائل لكل قائد، والدليل يظهر في الميدان أنه بالرغم من اغتيال إسرائيل مجموعة من القادة لم يؤثر هذا الموضوع على البنية العسكرية، لا من ناحية مسيرات ولا من ناحية الصواريخ ولا من ناحية القتال البري. اليوم إسرائيل تحاول أن تسوق شروط وتضعها على طاولة المفاوضات، والمبعوث الأمريكي تحدث أن القرار 1701 ليس كافيا لإنهاء الحرب الإسرائيلية. ما هي المقترحات الأمريكية المطروحة اليوم مع العلم أن 1701 وما تطلبه إسرائيل هو خارق لسيادة لبنان؟ صحيح، بداية 1701 وضع عام 2006 عقب احتلال عقب الحرب 2006، ومن لم يلتزم به هو العدو الإسرائيلي، ويوجد آلاف الخروقات المسجلة لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بهذا الصدد. الأمريكي يسعى جاهدا لمحاولة إنجاز ما في هذه الجبهة، هو غير قادر على إصدار قرار جديد أو تعديل 1701 نظرا لضيق الوقت، يوجد حوالي 15 يوما من الآن إلى الانتخابات الأمريكية، لذلك ذهب لمحاولة العمل على كيفية تطبيق هذا القرار، والمطروح هو أن تقوم إسرائيل بالإشراف على هذه المسألة من خلال التأكد من الحدود البرية والحدود البحرية والإشراف بنفسها على عودة حزب الله إلى جنوب نهر الليطاني، وهذا ما لا يقبله لبنان ولن يقبله لبنان، لأنه انتهاك للسيادة اللبنانية بالدرجة الأولى وانتهاك لصلاحيات اليونيفل المولجة تطبيق هذا القرار من قبل الأمم المتحدة ومن قبل مجلس الأمن. يعني هذا فيه انتهاك لصلاحيات لبنان كسيادة ولصلاحيات الأمم المتحدة، ولن يوافق عليه لبنان بشكل أساسي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أساساً الإسرائيلي هو ليس بصدد وقف إطلاق النار. نتنياهو يتحدث الآن عن الشرق الأوسط ولم يعد يتحدث عن غزة أو عن جنوب لبنان. الإسرائيليون ينظرون إلى أبعد من ذلك، بمعزل سيتمكنون من ذلك أو لا والميدان يشهد، لأن من يتحدث عن شرق أوسط عليه أن يكون قادرا على السيطرة على قرية واحدة بعد شهر من القتال في جنوب لبنان، وهذا ما لم يحدث بالرغم من أن قيادة المقاومة قيادة حزب الله طلبت من القيادات الميدانية أنه يمكنكم التخلي عن بعض الجغرافيا لصالح
إعادة مهاجمة القوات الإسرائيلية التي تدخل إلى هذه الجغرافيا من خلال المسيرات والصواريخ والتدخل البري، ولكن المقاتلون في جنوب لبنان يعتبرون أنفسهم حتى هذه اللحظة هم غير معنيين بالتخلي عن هذه الجغرافيا، لأنهم يقاتلون بشراسة عالية، بروحية قتال عالية، والدليل أنه بعد شهر من القتال البري لم يستطع الإسرائيلي أن يحسم قرية واحدة حتى الآن، في حين أنه في عام 2006 في مثل هذه كل الحرب استغرقت شهر، وبعد أيام من الحرب دخل إلى وادي الحجير وحصل ما حصل من مجزرة الدبابات في وادي الحجير. بناء عليها الإسرائيلي في مأزق في الميدان، وما يحدد وجهة الحرب هو الميدان وليس الضربات الجوية ولا اغتيال القادم. نعم، نشكرك شكرا جزيلا سيد وسام نصيف، الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من بيروت، شكرا لك.